وبالفعل إيران لها أطماع في الوصول للسعودية، يعني هي تريد أن تكون على خطوط التماس مع السعودية إلى هذا الحد؟ نحن دائما نحكم على الأفعال وليس على الأقوال. ما قامت به إيران من تسليح للميليشيات الحوثية ودعم ومساندة، والجميع يعلم الحركات المراهقة السياسية التي تمت في بداية العمليات من محاولة اختراق المجال الجوي وإرسال السفن، كل هذا يعبر عن سلوك إيراني هدفه إدامة الصراع في اليمن والإخلال بأمن اليمن، حتى ينعكس على أمن المملكة العربية السعودية. إيران لا تخفي مزاعمها وأحلامها في السيطرة على المنطقة، والجميع يرى سلوكها في لبنان، في سوريا، في العراق وفي اليمن. ولذلك لن ننتظر حتى تسيطر إيران على باب المندب أو يصبح لها وجود في باب المندب. دعني أذكر لك مثال بسيط. عندما انقلبت الميليشيات الحوثية على الحكومة في سبتمبر 2014، خلال الشهرين التي تلت الانقلاب وقعت الميليشيات الحوثية عبر الطيران اليمني مع الحكومة الإيرانية 28 رحلة جوية أسبوعيا بمعدل 4 رحلات يوميا. لماذا؟ هل هي لنقل السياح من طهران لليمن أو العكس؟ بل لنقل المواد العسكرية والإغاثية والأسلحة والذخيرة للحوثيين في اليمن. هل ننتظر إلى أن تبتلع إيران اليمن؟ لا يمكن. وهل نجحتم في وقف أي إمدادات عسكرية من إيران إلى الحوثيين؟ السؤال يسأل للمراقبين، هل تسمعون وجود لإيران اليوم في اليمن؟ لا يوجد لهم وجود اليوم. ذكرت لك كان هناك بعض المراهقات السياسية في بداية الحملات ثم فشلوا فيها، وكانوا يدعون أنهم يرسلون مواد إغاثية. أؤكد لك اليوم أن حجم المواد الإغاثية الذي أرسلوها صفر لليمن. صفر. من متى إيران تبني مشاريع تنموية في الدول التواجد فيها؟ إيران تبني ميليشيات مسلحة فقط. أتحدى الإيرانيين اليوم أن يسموا مشروع واحد أنشأوه في اليمن خلال الفترة التي تواجدوا فيها في اليمن مع الحوثيين، أو في لبنان، أو في غزة، أو في العراق. سموا لنا مشروع واحد أنشأته الحكومة الإيرانية غير إرسال الأسلحة والمدربين والألغام. أذكر لك أخي أن اليوم الميليشيات الحوثية نشرت في اليمن مئات الآلاف من الألغام في جميع المدن وعلى الحدود السعودية. مئات الآلاف من الألغام، وإمعانا في قتل المواطن اليمني يضعون 3 ألغام فوق بعض، حتى لو أخذت اللغم الأول ينفجر الثاني والثالث. هذه هي المهارة التي علمها حزب الله والإيرانيين للحوثيين لقتل المواطن اليمني. هل يعقل أن تنشر ألغام داخل المدن؟ نحن نعلم أن الألغام تنشأ على الحدود في مناطق معروفة، حقول بخرائط معروفة. اليوم لا يوجد خرائط. وعندما عملنا الترتيبات مع الحوثيين في جنوب المملكة اليوم لإيقاف العمليات على الحدود وطلبنا أن يسلموا الخرائط، ليس لديهم خرائط، تنشر بشكل عشوائي. بشكل عشوائي، يعني حتى لو جيت تعالجها بعد كده يعني لا تجدها. الجميع يستطيع أن يرى المناظر التي تم تصويرها من مأرب والجوف عندما تم دحرهم في هذه المناطق، كميات الألغام المنشورة في هذه الأماكن. من علمهم هذه المهارة؟ وهم يستهدفون من الألغام حماية مواقعهم، ولكنهم يغادرون ويتركون الألغام في الأرض فيموت الأبرياء، تنفجر فيهم يعني. وهذا ما نقول للمجتمع الدولي، نقول لهم ركزوا على القضايا الأساسية. اليوم اليمن فيه مئات الآلاف من الألغام منشورة بشكل عشوائي، لا أحد يعرف أين هي. يعني دي حتى مستقبلاً ستشكل صعوبة خطر يعني. ومؤخراً كان هناك كميات من الأمطار هطلت في ضواحي عدن وجرفت جزء كبير من هذه الألغام، وجدوها المواطنين داخل منازلهم وحول مواقع معيشتهم اليومية، دخلت على بيوتهم مع المياه التي جرفتها السيول. هذه هي عبثية الإيرانيين،